في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التوسع العمراني بمدينة سهلة، أشرف وفد رسمي يمثل مختلف مصالح المركزية والولائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم 18 شتنبر على افتتاح دائرة جديدة للشرطة بحي سيدي موسى بسهلة. وقد رعي في هذا الإنجاز ديال الدائرة الأمنية بسيدي موسى مكونة من طبقين، احترم فيها كافة المعايير العمرانية والهندسية والتقنية المطلوبة في البنايات الأمنية، خصوصا منها المتعلقة بتوفير الولوجيات الضرورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تجهيز فضاءات ملائمة لاستقبال وتوجيه المرتفقين بمختلف فئاتهم وحاجياتهم. وستتمكن هذه البناء إن شاء الله من تقديم خدمات قرب متكاملة ومندمجة لفائدة الساكنة التي يقدر عددها ب 115 ألف نسمة، خصوصا منها الخدمات العمومية الموجهة مباشرة للمواطنين من قبيل الوثائق التعريفية والإدارية، فضلا كذلك على معالجة شكاية المواطنين ونداءات النجدة على عبر الخط 19 الصادرة منهم. ويأتي افتتاح هذه الوحدة الأمنية الجديدة مواصلة للبرنامج المصلاحي والهيكلي للبنايات الأمنية وترجمتها إلى وحدات قرب تهدف أساسا إلى توفير الخدمات الأمنية للمواطنين وقضاء حاجياتهم المرفقية وتقوية الحضور الأمني. وما هاد البناية وهاد الدائرة الأمنية سيدي موسى إلا لبناء أولى في تطبيق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز الأمن بمدينة سهلة. مستقبلا إن شاء الله غادي يكونوا مجموعة ديال المنشآت اللي غادي تدعم الأمن بسهلة وغادي توفر الأمن للساكنة، غادي يكون توفير عدد إضافي ديال الموظفين لتعزيز هذه المنطقة الإقليمية، إضافة إلى بعض الدوائر الجديدة إن شاء الله في القريب العاجل.